فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نحن طلاب علم نخرج إلى بعض المساجد ونلقي كلمات وعظية عن الموت وغير ذلك، لكن أنكر علينا بعض طلبة العلم وقال إن هذا بدعة وهو من القصص، فما الضابط في ذلك؟ الحمد لله، عندنا وزارة كاملة للدعوة والإرشاد، فلا بد أنك تأخذ منها رخصة في الوعظ والتذكير، وتأخذ رخصة من الوزارة، وهي لا تمنح هذا إلا للمؤهلين، ما تمنح الرخصة إلا لمن عندهم أهلية لهذا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.